السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الجديد ديال دور الصفيح بمدينة تمارة، كما كيعرف الجميع الملف ديال دور الصفيح انتقل من الدواوير السالفة الذكر، مشى لدوار بن المكي ودوار بن ناصر الجنوبي. الناس تعلموا بداو كيدفعوا الوراق، والناس تعيط ليهم على أساس غيديروا القرعة، وفجأة تم تأجيل القرعة. كانت غدار القرعة وتأجلات، ربما الأسباب، ربما الفترة الانتقالية ديال القيادة ومجموعة من الأمور. فالقرعة قريبا إن شاء الله بجامايكا، واللي غادي يديروا القرعة إن شاء الله على السيكتور 1 والسيكتور 8، الا في حاله ما كان شي بروجي اخر. فما كنظنش هذا هو اللي كاين دابا وموجود، يعني كنهضروا على واحد البروجي اللي واجد عمليه الهدم قريبا في جامايكا. وهذا الشيء علاش؟ لان اي واحد غيدير القرعه على السيكتور 1 او 8، السيكتور 1 راه كامل والسيكتور 8 عنده واحد الشهر ديال ولا شهر ونص. اللي غيدير القرعه دابا غيدير على السيكتور 1 عنده شهر ديال الايام ما كاملش، ربما تسويت الوضعية المالية والقانونية والأمور غادي تكون مزيان إن شاء الله، غتمشي الأمور مزيان إن شاء الله. نطلب ربي تيسر، يعني مني غادي تدير القرعة ديالك تي غتخلص كاش، غادي تخلص مباشرة، غادي تمشي للشقة ديالك إن شاء الله. هذا هو اللي كاين خصوصا السيكتور 1، خصوصا مني غتبدا عملية الهدم ديال الجوج والثلاثة والربعة والخمسة والستة والسبعة، ينفو غيبدا التسليم في هادو. فالناس اللي غيديروا القرعه في سيكتور 1 غادي يدخلوا الشقق ديالهم مباشره، خصوصا اصحاب الكاش، اصحاب الكريدي اللي غيسولوا الوضعيه القانونيه والماليه ويدوز لهم الكريدي ديالهم، فهم كذلك غادي يمشيو للشقق ديالهم نيشان. يعني عمليه الهدم غتكون عندنا في 6 ديال الدواوير، دوار ال الحارث ودوار بن ناصر الشمالي ودوار بن ناصر الجنوبي، سيدي محمد الشريف ولاد مطال الغربيه، دوار بن المكي. عمليه هدم كبيره مدينة تمارة، نطلب الله تيسر الأمور، والله يسخر الجميع، الله يصاب الناس اللي ما عندهمش، ونتمنوا من الله، نتمنوا من الله تسرع الوتيرة، لأنه كاين الموسم الدراسي جديد، كاين مجموعة من الأمور اللي خاصة الناس يقادوا أمورهم على تيساع. الله يدير اللي فيها الخير. ما تنساوش الاشتراك في القناة والبارطاج باش يوصلكم الجديد. تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.